يا ويل يا ويل انا جيت نورت البيت قم بز وقت البيز يا ولد وعلي لي البيت سمعني صوت عيال وسقفة وحبة زغريت انا الكبير هو الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوة وجيش 3000 غفير اقوى 100 مرة احمد دب وصوتي صوت زئير شموخ الصقر في السما زكرت على بمكير اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير كوكتيل خطير كوكتيل خطير رضعت في طفلت من الناقة مش بودرة وعصير عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير او كان كبير او كان كبير كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير مهما كان على مجاهل او خريج فرير يطيع الكبير يتكون محدود في بطن بير Objection. 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 Loves the cake and I'll be then your older please just give yourself a break you can't even battle me 101 Mr. Fake my rap is like an ocean while your rap is like a lake كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع ما ينفع جزرة وقطمها جحش كفاية كده هيجي له برد هو مش هيجي غير بكده خلعتني عليك يا كبير بيبي انت كويس لا ده زي الفل تلاقيه بس مش واكل ولا حاجة يقوم وياكل وهتلاقيه بيتنطط وبقى فقرة بقول لك ايه يا بيبي ما تيجي احنا نريح في اوضتنا ها ونسيبهم هم يصفصفوا مع بعضيهم ده مين يا ادو عايزين سيب القميص سيبه انت بتعمل ايه اهدى يا كبير اوعي اهدى انطقي هات انت مين وعاوز ايه بقول لك سيب القميص محروق القميص بقول لك سيبه يا قليل الادب انت بتتخانق معايا ولا مع القميص هو انا عشان لابس قميص وبنطلون هفكرني من العيال فرافير ده انا زعل واجيب ناس تزعل واعملها معاك وبغباوه ايه يا دي مخبى اللي هتعملها معايا ما تغلطش بقى عشان ما تجيش فيه هيك هي ايه اللي هتيجي فيه؟ هو انت هتحدفه بطقطوقه؟ بس انت عايز تتربى من اول وجديد ولا ايه؟ باه انت بتبص لي كده ليه يا ولد؟ انفخ انفخ لمامتك ما انت مش متربي واللي مربى ما مرباش ايه؟ انت مش عاجبك كلامي ولا ايه؟ ما هو اللي عم بيبخ مي علي وعم يغلط فيه عموما حسابي معاك بعدين معلش يا دودي ما تزعلش منه بس الكبير ده دايما كده على طول قليل الذوق والله يا بيبي انا ما رضيتش اتعصب عليه وكنت حق بس عشان خاطرك انت يا روح روحي ثانك يو يا دودي ثانك يو سو ماتش شايف الناس اللي اخلاقها عاليه مش زيك يا اللي ما تربتش عموما حسابي معاك بعدين يلا بينا يا بيبي نريلاكس في اوضتنا شويه يلا يا بيبي 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 اوه ما خلصنا يا كبير ما انت سامع يا توماس تقول لي ايه ريلاكس بالاوضه ريلاكس فين يا دنتي؟ في اوضتي؟ لا اسمها اوضتك كبير قوي سو اسمها اوضتك كبير قوي الواد الصيص ده ما يحتبهاش واصل على جثتي اوفر ماي ديد بودي واي؟ هتقول لي واي هتقول لي واي فكرك الكبير قوي دلوقت هيكون مزقطت بتربته وانت سحباله عين صيص زي ده هتدخليه فرشته سام في دي معاه حق
انا بصراحه انا كمان شايف كده يا سام. اخرس انت يا حيوان، انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انت تنامي في اوضتي وانا انام مع توماس في اوضته. فاين فاين، ناركو زي العسل. عاجبك كده يا دي ساجح؟ بصراحه يا كبير انت اللي بدات الخناقه. خناقتي خناقتي يا موكوس، انا عم اكلمك على اللي بتعمل امك. ماله اللي عملته ماما؟ في ايه؟ ايه المشكله؟ انت قاعد مش راجل يلا. امك راحت تتجوز لي عيل صايع وانت قاعد تقول لي فين المشكله؟ ده انت ضايق قوي. سو وات، طالما في لاف وحب سو وات. اصغر مني ومنك. مش هو ميل وهي في ميل؟ يبقى سو وات. انا لو سمعت سو وات دي تاني هقطع الجزمه على نافوخك. انا مش فاهم انت معصب نفسك ليه؟ هي حره. اقول لك ايه؟ ما انت عيل بقصه وابن امك. يلا يا هدي. ابن امك؟ طب ما الطبيعي الواحد يبقى ابن امه، هي دي المفروض شتيمه يعني؟ لا هو تقريبا يقصد ان سام بتحبك اكتر منه. بس على فكره يا جوني، الولد اللي متجوزاه سام ده شكله بيئه موت. I don't care. طالما الاثنين مبسوطين بيس. اهدى يا كبير وما توديش نفسك في داهيه. امليني يا هدية. اهم لك تعمل ايه بس؟ اطخ الواد الصيص ده. وهي امك هتسيبك تطخه؟ ده انا اطخه واطخه واطخك انت كمان. اهدى يا كبير وصلي على النبي كده. عليه الصلاه والسلام. اهدى كيف؟ والحاج عويس جاي هو رجالته بعد بكره. طيب سهوت. هتقولي سهوت؟ يا ولي انا ما صدقت ان الراجل صفي من موضوع امي ده. اقول له ايه تاني؟ اقول له الوليه اتهبشت في النفوخه واتجوزت عيل قد ولادها. وهو هيعرف منين ان امك اتجوزت اساسا؟ نعمل ايه يعني؟ تخفيهم هما التانيين في اليوم ده. وما تنساش يا كبير ان دي امك اللي ولدتك وجوزها ده برضك في مقام ابوك. ابويا مين يا بنت؟ باي ذا واي انا مش مطمن للي اسمه حماده ده. ليه يا جماعه؟ ماله حماده؟ حماده شاب عادي جدي. انت هتعمل زي الكبير؟ اوكي بس طريقته غريبه شويه وبعدين تحسه يعني لايك حلنجي. على فكره الواد ده اكيد وراه حاجه غلط. نو واي. لو وراه حاجه غلط ماما كانت حست. ماما مديتيتور بقالها 20 سنه، اللي بيعملوا مديتيشن دول بيحسوا النيجاتيف فايبس. اه طبعا وهي خبره والاشكال دي عدت عليها كتير. جايز ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اي ثينك انه ضاع. جيرلز مش ممكن كلهم زي بعض مهملين جدا. انت كل شويه هتضيعيه ونلاقيه لك؟ ايوه يعني ما حدش شاف الموبايل بتاعي؟ اشلي انت دورتي عليه كويس؟ يبقى ضاع. اكزاكتلي يا ابن اللعيبه مش ممكن. ايه يا الحلف؟ بلي مأخده يا كبير. جبت لي منوم. حصل يا كبير، زي ما همرت جنابك رحت للواد عوضين قاعد يبرت قصر قصر. اعطاني ثلاث انواع، قال لي ده بلا مأخده ده لو عاوزهم يغفلوا ينعسوا قدي يمين ثلاث اربع كده، وده لو عاوزهم يغفلوا يوم واحد فقط لا غير. والتالت ده اقوى واحد يا كبير، اقوى نوع اللي هيبلع منه هو ونصيبه، يمكن يغفل يمكن يموت. ما فارق عليك عاوز ادوق منيه يا كبير. انت يا اللي بيطفس خبل ده فاكرها بسبوسه. منوم ايه يا كبير؟ ده منوم هنحطوه للسميع سمنتي وهالواد الصيص اللي معاها. يا شندلتي منوم ليه؟ الحاج عويس جاي يا بت، لازم نتصرف وتويهم في اي اوضه. طب الهداوه يا كبير لحسن يجرى لهم حاجه، احنا ما ناقصينش مصايب. وانا جايب المنوم ده من المواني يا هتير انت؟ انا دايما من الزخانه اخوي من وشي. بص يا بيبي انا لفلفت في المنطقه اللي حوالينا ولقيت الحته اللي هنعمل فيها المشروع، هي مش كبيره ومش هتكلفنا كتير، هي هتكون حته الارض اللي حواليها الترع. هنا هنفتح الكوفي شوب وهيبقى فيه مطعم منه فيه. هنا هنفتح جنبيه ملاهي وهيكون فيهم الكام مرجيحه اللي هي ولا يا ولا. معايا اخر حاجه وهي ايه؟ الترعه. بعد ما نوسع في الترعه هنشغلهم بقى على كام جيت سكي، على كام بنانه، على كام بدال اللي هنجيبهم. والمشروع ده هيتكلف كام؟ هو قايم نايم كده هيعمل له بتاع 2 مليون جنيه او 400 الف دولار وشويه فكه. شوف العمله اللي هتعرفي تسلكيها وانا هتصرف. بقول لك ايه يا زو، كوبايه عصير بس بسرعه. ايه دي؟ انت فاكر لي خدامي هنا ولا ايه؟ يعني شغال ايه؟ سفراجي، امياجي، عفشاجي. انا شغال مع الكبير. بالنسبه لك بقول لك ايه، انا ما قلتلكش تجيب حاجه عيب. هتجيب العصير يبقى متشكرين، مش هتجيبه يبقى ازحلق كده ووريني جمال خطوطك. يلا اتكل وشوف مصلحتك. يلا تعالى كل يلا. ثانكس هديه. بالهنا والشفا يا حماتي. بقول لك ايه، العصير ده تشربوه بعد الوكل عشان ما ينفعش تاخدوه على بطن فاضيه. اشمعنى يعني؟ ما خبراش والله، الدكاتره دايما بيقولوا فوتكم بعافيه.
دودي بيبي خليتهم يعملوا لك الفطير المشلتت اللي بتحبه. تسلمي يا روح روحي. بقول لك ايه، انا عايزك بقى تضربي العصير ده الاول عشان تعرفي سلكي اللقمه. ما بحبش عصير البرتقال. ده برتقال يعني كله غذاء وفيتامين. لا ما انا بعوضه بحاجات تانيه. طب اشربي كده وجربيه. يا حماده قلت لك ما بحبوش. ليه يا بيبي كده؟ هتكسفي ايه دي؟ اوكي يلا. جميل جورجيوس يجنن. بالهنا والشفا يا روح روحي. وانت مش هتشرب العصير بتاعك؟ بيحرق لي معدتي وعامل له حموضه. طب وخليتني اشربه ليه؟ عشان انا عايزك تتغذي وتبقي كويسه. عشان خاطري بقي صغنون. والله لما تتشقلبي ما هاخد شفطه واحده. وبقول لك ايه يا بيبي، ما تتكش عليا قوي كده وحط ابوكي. راح فين بس؟ فزاع. نعم. ما شفتش المحمول بتاعي؟ قصدك الموبايل؟ ايوه الموبايل. ما شفتش الموبايل بتاعي؟ لا ما شفتوش. فكرك لما اشوفه على تجهولك هتسهلك في الجله. واحد فين البندقية؟ يا حجه حتى سمنتي ماما. يا مرحب يا مرحب، الدنيا كلها نورت. الغدا يا بيه؟ لا غدا ولا عشي، احنا جايين نخلص في البيعة ونتوكلوا على الله. يمين بالله ما تاتي، ده احنا نتغدوا ونحلوا ونضربوا حجرين كمان. معلش يا كبير، اصل احنا مصالح كتير، وبعدين يا دوب هم كلمتين هنقولوهم ونمضي العقود ونسلمك النقديه. طب حتى نشرب الشاي؟ الشاي يا بيه. شوف يا كبير، احنا عارفين انك طالب في المتر 400 جنيه، واحنا جايين النهارده وطمعانين في كرمك، وعارفين كمان انك انت مش هتكسفنا وهتعمل لنا خاطر. بوح خاطر واحد بس؟ ده مليون خاطر وخاطر، ده انت على راسنا من فوق. السلام عليكم. السلام عليكم. باش مهندس حماده. حماده السياحه وعشت مرتاحه، صاحب شركه طرز في الشرم والغردقه، واي حد رجال عنده اي مصلحه كده ولا كده ها ينزل ويسال على حماده السياحه، هم هيظبطوه احلى تظبيط. من ضيوف جوني برضك. انا ملياش صالح بيه. جود مورنينج. هاي جايز، انا سامانتا. مش فاكريني؟ عاملين ايه؟ نسيت انتوا ما بتتكلموش. كوكي دارلينج، اخبار الشرب الجميل ايه يا كيوتي يا كيوتي يا كيوتي؟ ايه ده؟ ايه الشنب الرهيب ده؟ ناحيه ايفازي وناحيه سيري. اول مره اشوف شنب اكبر من صاحبه. لو مش عاجبك مقاسه ممكن ترجعه وتجيبه اقل نمرتين. ممكن اقيسه؟ بعد يدك يا ست انت. ايه يا حاج عويد؟ ايه يا جدع انت؟ انت هتمد ايدك على حريمي ولا ايه؟ السده شكلها هتيجي فيك انت. بيقول ايه الكلب ده؟ بتقول ايه يا جحش انت؟ لا كده انت جبت اخرك، واللي هيعدي الخط ده انا هفلت دماغه نصين، وديني قول. يرضيك الكلام ده يا كبير؟ ما برضك يا حاج عويد في فرق ثقافات يعني والحاجات دي؟ بقى كده؟ لينا رجاله وما فيش سلام عليكم كمان يا حاج عويس. بسلام لله يا راجل. كنت اقول لك يا حاج عويس والله العظيم ثلاثه الواد الصيص ده يبقى جوزه دمي يا حاج عويس. امي اطخها يعني يا حاج عويس؟ ده ربنا وصانا بالوالدين احسن. حاج عويس حاج عويس راحت البيع، راحت البيحة وحنتفضحوا في البلد فضيحة بجلاجل. الحج عويس ده ما يتبلش في خشم الفول. عارف الفول؟ انت عبد ايه عمل كلمك.
الموبايل يا كبير، الموبايل ما لقيهوش. ضيعت الموبايل ابو 2000 جنيه يا بهيمه. لا ما ضاعش، ده مش اول موبايل يخفى من الدوار. موبايل توماس وموبايل اشلي كمان ما لقينهمش. باه يبقى في حرامي في الدوار. شكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك مرزوقه تعالي جنبي، وشكشك. دودي ايه اللي عمل فيك كده؟ محاميل محاميل يا صيص، البيه جوزك طلع حرامي ورد سجون وما اسموش حماده من اساسه. انطق ياد، اسمك الحقيقي ايه؟ هتنطق ولا اطلق عليك فزاح؟ حقول حقول، والمصحف لليل على كل حاجه. بصي بقى يا بيبي. بيبي دي لو نطقتها تاني هتففك اسنانك. بص يا حاجة، ام الراجل المحترم ده هو انا اصلا ما اسميش حماده سياحه، ده منظر حماده سياحه. انا اسمي رضا البشبيشي. ايه ما مصدقاش؟ طلع البطاقه هاي. البطاقة طلعها معايا، طلعها معايا من حطيتها لك. ايوه صح 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 صح. ايه يا دير انت، مش اداك البطاقة وديتها لي؟ مين ما كنا نضرب فيه؟ ايه انا معلش يا ابو شباب، معلش عندي انا دي، معلش امسحها فيه. خذ اقرا دي. من فضلك يا هدية خذي اقري لي عشان انا مش بعرف اقرا عربي. حاضر يا حماتي. الاسم رضا السيد احمد البشبيشي، العنوان 4 بلوكات ناصر دمياط، الوظيفة فني تبريد وتكييف، ذكر، أعزب، رقم البطاقة. فيه يا بت فيه، ناقص تقولين الفنينة بتاعت ميديم ولا لارج، هنزله؟ يسافر. ولسه البيع طلع عمل قلق كبير قوي قوي في دمياط، وهناك مدين لنكنيم رد المشت. متكمل ياد ليها تاريخك الاخضر يا كمل كمل كمل. انا اصلا مسجل نصب والحكومه بتجري ورايا في كل حته، فهربت على شرم عشان القط رزق فيها. يعني ايه تلقط رزق؟ يعني شوف اي واحده كده خواجايه ولا كبيره زيك اتجوزها واطلع بالمصلحه وبعد كده ابقى اخلع. غشاش غشاش غشاش. عنك انت يا ست الكل. غشاش غشاش غشاش. ثانك يو فزاع. امن الجناب فزاع. امن الجناب اطلع من هذا الغشاش دي الأشرف وقول له كبير عايسلم عليك ويقول لك دو يور بيست. بديه أوفر يا كبير. جزرة وقطمها جحش. مع السلامة يا حجة، هنتوحشوك والله. يمين بالله الولاية المتحدة هتنور والمزاريطة هتظلم يا ست الكل. ألف سلامة. أوه فزاعة، thank you thank you thank you for everything thank you so much. والنبي لا تكرريها تاني يا حماتي. حاضر يا حبيبتي. هو كبير فين؟ الكبير خرج من الصبح. وانت مالك انت يا حيوان؟ انا بسألها هي. على فكرة انا ما بكلمكيش، انا بكلم جوني. بس يا ما انت مالك انت يا حيوان؟ مش ممكن بتحشر في الملوش فيه. عموما انا كنت عارفة ان هو مش حابب وجودي هنا. من فضلك سلمي لي عليه هدية. من عناية يا حماتي. يلا يلا تأخرنا. استنى. مع السلامة يا حماتك. أنا توحشوك والله. So cute. So much. Take care. مع السلامة يا حماتك. السلامة. باي سام. في حفظ الله. باي. طريق السلامة. كوكي. ايه يعني ما تسلميش علي يعني؟ يا قلب ماما يا كوكي، كنت فاكرك مش هتسلم علي. كيف يعني؟ انا كنت في السوق بجيب لك هديه. بجد؟ زينه. زينة وحشمة، وممكن تلبسيها في أمريكا كمان. طبعاً هلبسها يا كوكي طبعاً. بص عايزة أوصيك، خد بالك من أخوك جوني وما تتخانقوش مع بعض وإلا ها هرجع لكم. ما تخافيش، ما نلعبش مع غرب ونشرب اللبن بالليل قبل ما ننام. طيب خلاص
خلاص خلاص. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا ماما.